قناة طومو ترحب بكم في سلسلة أخبار مشاهير. الساحة الفنية الجزائرية فقدت أحد قامتها البارزة، فببالغ الأسى تلقينا خبر وفاة الممثل القدير أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة إثر وعكة صحية. والإشارة فقد توفي الممثل والمخرج أحمد بن عيسى بدولة فرنسا، وحسب المقربين من الفنان فإن أحمد بن عيسى كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة. 120 فيلم، العشرات من المسرحيات، العديد من الجوائز الوطنية والدولية. كان هذا رصيد خريج المعهد الوطني للفنون الدرامية أحمد بن عيسى. إن لله وإنا إليه راجعون.